أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم أبواب الله سبحانه وتعالى هم الذين جعله النبي صلى الله عليه واله عدلاً للقرآن وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً هذا الحديث حديث الثقلين رواه الشيعه ورواه العامه في صحاحهم الباب الذي عينه الله ولكن بقطع النظر عن هذه الجهه، الان نريد ان نقطع النظر عن هذه الجهه. ائمه اهل البيت صلوات الله عليهم اقل ما يقال فيهم انهم كانوا قمم الرواه عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله وحفظ التراث النبي الاعظم صلى الله عليه واله اذا خادم النبي الخادم الذي عاش مع النبي اياما وله قابليه متواضعه هذا يكون مصدر من مصادر التشريع يعني نقل الشريعه فما بالك باهل البيت واهل البيت ادرى بما في البيت اذا يؤخذ الدين من الغرباء البعيدين فكيف لا يؤخذ من القرباء العارفين؟ هاي الظاهره ظاهره التلقي من اهل البيت المرجعيه العلميه لاهل البيت مع قطع النظر عن الجهه الاولى التي ذكرناها كانت فيها حاله انكماش وانبساط. احيانا الظروف السياسيه كانت تضغط بشده. واذا بهم يقصون اهل البيت من المرجعيه العلميه. واحيانا الظروف شويه كانت تنبسط واذا بالامه تشعر بالحاجه الى ذلك الملجا اذا اكو طبيب في بلده انتم مضطرين ان تراجعوا الى هذا الطبيب عندما ينزل الماء في العين الى من تراجعون؟ ما تراجعون الى الجاهل الذي لا يعرف شيئا تبحثون عن الطبيب بل ربما تبحثون عن اعلم الاطباء عندما واحد يبتلى بالجلطه القلبيه انتم الى من تاخذونه ما تاخذوا الى الدرويش يجلس على الشارع تاخذوا الى طبيب خبير بل تاخذونه الى افضل الاطباء العلم كان عند اهل البيت ولذلك في عهد الامام السجاد صلوات الله عليه، شوية عندما كان مجال، لان السلطة في بعض الفترات انشغلت بقضايا اخرى، انشغلت بثورات قامت ضدها، وإذا بمرجعية الامام السجاد العلمية تعود ايضا، الناس محتاجون اكو واحد هذا من كبار علماء البلاط الاموي عالم كبير وهو مصدر مهم من مصادر البخاري هذا العالم عنده في صحيح البخاري صحيح البخاري اللي يروي ولا حديث واحد عن الامام الصادق صلوات الله عليه البخاري يروي عن هذا العالم الكبير اكثر من 1200 حديث. يعني شوفوا موقعيته العلميه. وهذا الرجل هو الزهري او الزهري. هذا تلميذ من تلاميذ الامام السجاد في عهد شويه السلطه رفعت يدها او خففت قبضته.